الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى ربي زدني علما وقال الله تعالى ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وفي مقام آخر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
صلوا عليه وسلموا تسليما.